السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكو غزالات، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لاله خديجة بيوتي. غبرت عليكم بزاف اكيد، مدات لكم لا بلوغ ولا شي حلقه جديده لا والو مع رمضان. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الحلقه ما فيها لا طبخ لا حتى شي حاجه، حلقه رائعه تعجب كاع العيالات السيدات اللي في حالي، اللي تعجبهم الخروج، تعجبهم الفلوكات، تعجبهم يتقداو، تعجبهم بزاف د الحوايج يديرهم. اليوم ان شاء الله باذن الله ندير معكم واحد الفلوك، واحد لاسورتي غادي نخرج، غتكون واحد الخريجه زوينه 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 رائعه. الحمد لله اننا رجعنا لحياتنا العاديه، يعني ولينا نخرج شويه وباقي زعما نخرجوا في العشيه وعندنا نهار طويل، يعني الانسان يخرج ياخذ الراحه ديالو. اليوم كما قلت لكم غندير معكم واحد الفلوغ، غادي واحد الخريجه غتكون زوينه زوينه زوينه، واكيد ما غاديش نقول لكم فين غادي نمشي، غادي نخلي لكم التشويق باش اكيد باش تكملوا لا فيديو ديالي. يلا خليكم معايا باش تشوفوني، باقي ما كملتش الميك اب ديالي، غادي نكمل ونوجدوا راسنا ونخرجوا ونخلي نصور معكم، يعني اي حاجه فين ما مشيت غادي نصور معكم شنو غادي ندوز اليوم. يلا خليكم معايا. جوزال رائع جدا، يتبحر الصراحه، الجو رائع رائع، كل شيء كل شيء خارج ما شاء الله. مع هذا الوقت اللي دارو دابا لقاو الناس مساكن قلطانين، عندنا قلب قديم ياك في الدوج. الحمد لله من اللي خلاونا حتى لحضر، الحمد لله الحمد لله. نخرجوا شويه نتفجروا شويه، الناس كل شيء خارج من لا ضربات الحيوط. الحمد لله الحمد لله، بعدا كان النهار طويل يخرج الانسان يغير شويه الجو، يغير النفسيه ديالو ويدخل طاقه ايجابيه ياك. أتخليكم معايا ندير معكم جولة، تشوفوا رباط، تشوفوا البحر، لاكوت، غدا الرباط ولا رائع، ولو في بلايص زوينين، ولو ليكم عارفين يجلسوا الناس، ميم لاكوت ولا غدا غزال رائع، الناس اللي ما جاوش بالشحال هذه الرباط مرحبا بكم. أيوا الناس جالسين. خارج شاف لا فيديو راه تيحس براسو انه خارج، يعني تا لا فيديو راه تعطي طاقه ايجابيه للانسان الا كان تيتفرج. يلا خليكم معايا باش تقولي فين غادي نمشي وفين غادي نجلس. نشد معكم كاع الطريق الساحليه باش نوريكم لي سباس ونوريكم الفضاءات، يعني الناس فين غادي تخرج، لي كافي، البلايصات اللي كاينين بالنسبه للناس اللي شحال هادي ما جاوش الرباط، اولا الناس اللي باغيين نديرو شي فواياج. بالنسبه هذا لا كود مارينا، مارينا ديال الرباط، كاينه مارينا ديال سلا ومارينا ديال الرباط. مارينا ديال سلا هي رائعه جدا، ومارينا ديال سلا كاين اسباس انسان فين يدير لا مارش، كاين فين يلعبوا الوليدات، كاين دي كافي رائعين، دي ريستون فين تاكلي، فين تشربي قهوه اللي بغيتي، اللي بغيتو كاين، اي حاجه بغيتوها كاينه. واللي مزين هاد لاكوط هذا وهاد مارينا، فيه البلاصه ديال اليخوت، فيها اللي فلوكه تقدري تركبي في الفلوكه وتقطعي ما بين سلا والرباط بواحد الثمن رخيصين. بالنسبه لهاد مارينا ديال الرباط فيها واحد الكافي على شكل باطو كيف ما شفتوها، هو مصطالي هنايا على الرباط، مارينا ديال الرباط هادي اللي فيها كافي وغيستو وبيانو بار، غزالين غزالين، فيه الجلسه فنه فنه، اللي بغى يتقهوى او لا يجلس او لا ياخذ صورات تذكاريين يشد ما بين الرباط وحسان وسلا، جلسه فنه فنه. هنا واحد تونيل درجيت الودايه تيخرجك نيشان على البحر، على الطريق ديال البحر ديال الرباط، واحد تونيل غزال، يعني خفف الزحمه ديال الطريق ما بين طريق الودايه وجيت باب العلو، تنخرجوا نيشان جيت مقبره الشهداء وعلى الطريق الساحليه ديال الرباط اللي غادي تدينا على طريق هرهوره وتماره، يعني تخرج فيها يعني منظر زوين. هاد التونيل اللي داروا منظر زوين ورائع جدا. بالنسبه لهاد لاكوط هذا كيف ما شفتوا، شوفوا الدنيا كيف عامره، وكاين اسباس فيغ يعني للدراري فين يجلسوا، الكازو والماء، واحد المنظر زعما الصراحه الصراحه غزال غزال غزال، بنظر انك تشوف الماء
والخضوره شي حاجه زوينه زعما الصراحه فريمون شي حاجه زوينه، خصوصا هاد من قادو الدنيا وداروا البلايصات فين يلعبوا الوليدات ولات غزاله. نتمنى انكم تزوروا تشوفوا هاد البلايص، ميم غادي نوريكم ديكوان اللي تجلسوا فيهم، البلايصات زوينين بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يجيو يتقهواو او يتعشاو. هاد البلاصة على طريق البحر تيقولوا ليها إقامة الصباح، رائعة، فيها لي غيستون لي كافي فين نجلسوا، فيها بلايصات زوينين، فيها أكلات سورية، فيها فطور الصباح، فطور غزال، غزال تيبغي فطار الصباح على الجو ديال البحر، غزالة هاد البلاصة تيقولوا ليها إقامة الصباح. لاكوت أنفاس معاها تيران ديال الدراري فاش يلعبوا، يعني مكان رائع رائع جدا. لي كافي غزالي ولا غزالي، رائع رائع، عندي كيسة رائعة. من بعد ما تنفوتو إقامة الصباح تيكون هنا واحد لابيسين، داير واحد بيسين كبير، مسبح كبير، وكيف ما قلت لكم فيه حتى هو فضاء، يعني هكا فين يجلسوا، فيه واحد الباركين كبير وفيه وليدات فين غادي يجلسوا يلعبوا. من تنفوتو هداك إقامة الصباح والبحر غادي يلقاو لابيسين كيف ما قلت لكم، هادي واحد القهوة هكا جات ما شديتهاش لكم مزيان، غيستون كافي سميتها دار الناجي، غزالة غزالة. الأكل يعني اللي بغى ياكل فيها أكلات مغربية على حقها وطريقة، فيها الرفيسة، فيها كاع الأكلات المغربية زعما، داكشي تقليدي كاين فيها، واحد الجلسة غزالة غزالة، واحد الشكل زوين. بالنسبة لهاد القنطرة اللي شديتها لكم، هادي حنا راه وصلنا دابا لهراورة، حتى هي تيقادو الطريق ديالها تيصلحو فيها، هادي قنطرة جديدة تا هما داروها، يعني التغيير اكيد. انا ميم انا بنت رباط شحال ديما خرجت شي حوايج يلاه شفتهم تبارك الله ولاو غزالين. دابا يا لالا دخلنا لواحد الكلوب، واحد الكلوب رويال رائع رائع جدا. هذه الدخله ديالهم ما شديت لكمش من الباب، بقيت ملي هي مع التصاور. هذه الدخله ديال الكلوب، واحد الغيستون، واحد فيه غيستون، فيه لابيسين، فيه كافي. هذا كلوب رويال، راه الاسم ديالو لا غوند بلو، ديجا ديجا على الشكل الجلسه ديالو على شكل باخره كيف ما شفتوا، انا غادي نصوروا ليكم. كافي وغيستون على شكل باخره، وفيه لابيسين، وحتى هو فيه اسباس فيغ، يعني واحد الفضاء اللي رائع رائع جدا. لابيسين ها هو مازال ما عديش، مازال ما عمروش، يعني باقي شويه الحال بارد، وجاي على البحر. على البحر بالنسبه للناس اللي تيعرفوا هاد البلاصه، راه تيجي هاد الكافي هادي وهاد الغيستون جاي على البحر ديال سيد العابد، تطلع على البحر ديال سيد العابد. هذا اللي لونطخي ديال الريستون غزالة غزالة، بواحد التشكيلة رائعة زعما، منظرات رائعين، فنين فنين، يعني يستحق الزيارة ويستحق الواحد يخرج يجلس فيهم، وجلسة زويونة وبردة في نفس الوقت، خصوصا في الصيف الإنسان يجي ياخد كافي أو يتعشى فيها، جلسة زوينة وجلسة رومانسية. نتمنى انكم تزوروها، غادي نخلي لكم الموقع ديالها في الانستغرام ديالي. هذه لونطري ديال الغيستو كيف ما قلت لكم، لا غوند بلو او لا كلوب رويال، كلوب رويال غيستو ولا بيسين كافي، فيه كل شيء، يعني داك الشيء رائع رائع، حتى هي غزاله. هادي لونطخي ديالها، وديري واحد الاباغي ديال كورونا، داكشي زوين، يعني قبل ما تدخلي تحطك في حدا داك الاباغي، تعطيك لا تومبيراتور ديالك، يعني داكشي مأمن ومزيان ونقيقي الصراحة. هادو بلاصة العابد خاوية الدنيا. هذا كلوب على البلاج ديال سيد العابد، رائع رائع جدا، كلوب بوغيستون، فيها الماكلة وكافي هكا في لاتيغاس على البحر، جدا رائع. Thank you.
غزال غزال وبنين، مشهيتكم الصراحة رائع وبنين بزاف وبصحة وراحة. ونتمنى أن تكون عجباتكم هاد الخريجة وهاد الفلوق. هادي هي لونتخي ديال الكلوب، ما كنت شديتها لكم في الأول باش تعرفوها. هادي لونتخي بنت بغيت تدخلي للكلوب. حنا تاجا دابا خارجين طلع بالحال، غنمشيو نديرو شوية شوبينغ، شوية ديال التقدية، شوية المسارية، شوية دلعمان، شوية بالضو. أنا زيد عليا الشوبينغ، زيد عليا المشتريات، صراحة ما بقيناش حاجة المشتريات. إلا خرجت وما شريت شي حاجة تيضروني عطامي. دابا خصني نخرج نتقداو شي شوية ونوريكم كذلك المشتريات وشنو غادي نتقدايا. يلاه خليكم معايا باش تشوفو المشتريات ديالي. غزالات، من بعد ما خرجت وجيت للدار بغيت نشارك معكم واحد المشتريات ديالي خديتهم، وبالضروري نشاركهم مع الغزالات ديالي والمتابعين ديالي. وراكم شنو خديت؟ كنت ديجا بغيت نصور معكم الساعة، لقيت يعني المحل اللي تقديت منه كان عامر بزاف، ما صلحليش نسجل لكم. هذه واحد الحقيبة خديتها، واحد الصويك هكا تيجي رائع غزال، عجبني في هذا لو ستيل، هذا في لونوار يجي مع لي غوب ومع خريجات هكا مع جليبات. خديت واحد الفراشة مبردة تجي رائعة بلي دونتيل، فراشة هكا خفيفة في هاد الصيف الصراحة ديال الصيف. واحد لاغوب، واحد لاغوب فن فن النمر، انا عزيز عليا جادوغ النمر، شي حاجة ديال النمر تنحمق عليها. هاد الغوب رائعة خاصة نكون لابساها عاد تشوفو كي تجي فنة بالبوليرو ديالها. عندها واحد البوليرو هكا ديال الشبيكة، صراحة هاد لبسة صيفية تخرجات هكا للبحر وتتجي رائعة مبردة، وتشوف ديالها غزال خصوصا بهاد النمر هذا. جادوغ النمر، أنا زعما شي حاجة فيها النمر. هادي واحد البيجامة ساتا، غير بيجامة عادية. وهذا واحد الكومبليزون رائع غزال، تيجي في اللبسه غزال البنات، فن 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 ومبرد، والثوب ديالو بحال ثوب داك البيزو بيزو الاستيك، تيجي غزال في اللبسات صراحه. يجي مع هذا السويك اللي خديت، يجي معها رائع صراحه. تنقيس لكم هذا الشيء عاد تشوفوا كي تيجي فن في اللبسه. دابا واخا تنوريكم غاديش يبان لكم، جاب لكم الشكل ديال الحاجه الصراحه مباشره، وفي اللبسه تجي غزاله، وبخصوص هذا الكومبليزون بارد، وعلى الشكل ديالو ماشي بونطالون، الشكل ديالو غير شورت، تيجي بحال هكا غير شوارد، وفيه هنا واحد الباندا بحال لاستيك هكا هنا، وخلاص البودي ديالو غزال هكا مفتوح شي شويه على الصدر، تيجي غزال وفن. ايوا بصحتي وراحتي، قولوا لي بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم المشتريات ديالي، بغيت نشارك معكم. وقبل ما نسد الفلوق ديالي بغيت نقول لكم ما تنساوناش بالتعليقات اكيد ديالكم وباللايكات اكيد اللي عجبتكم الحلقه ديالي، ما تنساوناش بجيم وتبارطاجيوها مع الحباب ديالكم. ولا بغيتو تعرفوا من تقديت هذا الشيء كامل بالنسبه للناس اللي ساكنين في الرباط، غادي نخلي لكم لاباج ديال سيدي تقديت من عنده في الانستغرام ديالي. مرحبا بكم على الانستغرام.